السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم. عيلتي الأكابر، اليوم معنا أخبار جدا مهمة عن منصة باينانس وأيضا أخبار متفرقة، لذلك يا شباب هنذكركم أنه حيكون في عصر جديد النيو إيرا بالنسبة لليوتيوب. هنركز على التحليل أكثر من الأخبار، تمام شباب؟ هنحلل العملات الترند القوية يلي بتطلبوها بالتعليقات دائما، مو بس للشباب، ايضا حنركز على العملات القويه اللي فيها مرابح ومكاسب، تمام يا ابطال؟ وايضا حنعمل سلسله تعليميه جديده من اجل انه تحطوا خسارتكم بالتداول وتفهموا شويه التداول، تمام يا ابطال؟ حاولوا دائما تحضروا يوم السبت الصوتي عنا، ولو كان الان يعني هالبدايه شوي طويله تحملوني، تقدروا السبت يوم الصوتي، وان بتحبوا تكونوا يعني بالدوره التعليميه تبعنا اهلا وسهلا فيكم، او بتحبوا تكونوا معنا بالخدمه المدفوعه البي اي بي كمان اهلا وسهلا فيكم، الامر بيرجع لكم سواء بالمجاني او بالمدفوع. اليوم الاخبار جدا مهمه وايضا التحليل جدا مهم، هنحلل عمله بي ان بي، تمام يا ابطال؟ فلذلك قبل ما بلش، اذا كنت حابب تكبر محفظتك الماليه وتدخل لعالم المضاربه بالطريقه الصحيحه، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف. فوت بوتك يا معلم، خلينا نبلش. طيب يا شباب، مثل ما كنتم شايفين السوق هابط، يعني هبطة مرتبة، والسوق مايل للتصريح جدا، فلذلك احذروا التصريف، في تصريف قادم، في تصريح قوي قادم عنيف نوعا ما، وقيعان جديدة حنزورها ان شاء الله في الايام القادمة، حبيت نبه الجميع. خلينا الان نتجه للاخبار. طيب يا شباب، مثل ما بتعرفوا عملة الـ XRP هذا الخبر كتير مهم، حكم القاضي انه هي العملة مالا سكروتي مرة اخرى، وهذا الامر جاي من المحكمه وانتشر يعني بالسوشيال ميديا، وهذا خبر ايضا ايجابي للاكس ار بي. طبعا هذا المقال حلو لتتعلموا على لاير 1 لاير 2 لاير 3، يعني طبقات الشبكات، وايضا حتى قال الايثيريوم لتنحل كل مشاكلها بكره بال 2030 لازم يكون عندها يعني فيتاليك لاير 9، تمام، كثير مهم. طبعا هي كثير امور مهمه لباينانس، لازم تضل تستخدم حسابك تتداول فيه لو انه بالسنة مرة واحدة، وإلا حيتم غلق الحساب، فكونوا حذرين، يعني هذا كتير مهم. تم تصفية ولكولة أكثر من 156,000 حبة BNB. هلا حنقول بالتحليل شو الأمور وشو الترتيبات. طبعا هذا انتشر مثل النار بالهشيم فرينتك، هلا الترند الجديد مشان تربحوا كل هالأمور ديروا بالكم، هذا الموقع بلبو فيروس عم يهكر العالم، نصب احتيال، ديروا بالكم سكام وبونزي، اللي ما له مقتنع هذا الامر بيرجع له، تمام. صناديق البيتكوين ATF ان شاء الله بال 2024 بداياتها بالسنه الجديده حيتم الموافقه عليها، وطبعا هون حكينا على العقود اللي تصفت من BNB. طبعا كتير مهم للبيبال، الان اصبحت على كراكن وايضا كوين بيز وايضا crypto.com البيبال، وممكن تكون على منصه باينانس بالايام القادمه ان شاء الله. اوبن سي وقفت دعم البي ان بي شين، هذا الكلام يعني جدا يعني مزعج نوعا ما، تمام. اتهموا زيزي باينانس انه هو عم يبيع البيتكوين ليرفع البي ان بي، هذا الكلام غير صحيح، عنده اف تي تي في بيع الاف تي اكس، تمام، هذا مهزله، وايضا عنده لونا كلاسيك وعنده عملات كثيره بيقدر يبيعها من اجل يرفع البي ان بي تبعه، فهذا يعني مو صحيح. البيتكوين كثير مهم، بل اهم يعني عمله موجوده في السوق، تمام. طبعا حوت غامض عنده اكثر من 3 مليارات دولار باقل من 90 يوم بعنوانه. هذا الحوت هو بلاك روك، قلنا لكم اكثر من مره ومناسبه بلاك روك وعم بيشتغل، وانا هذا التنبيه نبهت منه الان، مع الاسف في موجه هابطه قويه في قاعان جديده حتزوروها، انا حدثتها بالفي اي بي، ان شاء الله حنحدث يعني معكم بعض يعني العملات ونركز على التحليل اكثر شيء، هي اهم الاخبار الموجوده. خلينا الان نذهب لتحليل عمله بي ان بي. طيب يا شباب، مثل ما كنتم شايفين الان حنركز على تحليل عمله بي ان بي. ليش اخر فتره؟ لانه في حكي كثير على منصه باينانس، وللاسف في اشاعات كثير كبيره على منصه باينانس، وكثير كلام يعني غير صحيح، ونحن لازم نعتمد علم التحليل وليس الاخبار من اجل نعرف وين نحن ذاهبين بعمله البي ان بي، ما نعمل خسارات ونعمل منها أرباح أيضا لعملة BNB، وهذا الأمر كلياته لازم الكل يعرفه. وركزت على الأسبوعي لأنه في كثير أمور لازم تحصل بالأيام القادمة، تمام شباب؟ طيب، مثل ما لكم شايفين نحن كان عنا كراشين،
بسوق العملات الرقمية، وهذا اسمه بعلم التحليل فلاش كراش، تمام شباب؟ فلذلك يعني هذا بيكون الكراش جدا سريع، يعني سوبر، تمام؟ بيكون سريع جدا. فلذلك الآن السوق شو حيميل؟ حيميل يا شباب مثل ما كنتم شايفين، عمل كراش، عمل ارتداد من نقطة هاي الدعم، ارتداد لا بأس به، بسيط نوعا ما، بعدين بيعمل كراش بيذهب إلى نقطة الدعم 180. إن شاء الله تعالى بالأيام القادمة حتشوفوها النقطة، تمام؟ على الأسبوعي الأمور غير مطمئنة وغير مبشرة للأمانة، تمام؟ لذلك لهيك ركزت على التحليل الأسبوعي، بعد منها إن شاء الله حنلاقي ارتداد لا بأس به، وبعد منها ممكن احتمال نكسر قاع 180 ونذهب لل 75، تمام؟ خليني احدد لكم اياها، نذهب لهالمنطقه اللي هي ال 75. فلذلك لازم نركز بالايام القادمه بهذا الكراش العنيف اللي ممكن يكون نوعا ما، تمام؟ لان الاسواق الان عم بتميل للتصحيح ككل. هل هذا الامر يعني عادي؟ نعم عادي بعمله البي ان بي وباي عمله موجوده، حتى شفتوا كثير عملات عملت كراش اكثر من البي ان بي. فالامر يعني عادي، ما في داعي للقلق. ولا تنسوا انه زيزي باينانس يعني معه اف تي تي، معه لونا كلاسيك، معه كثير عملات شباب بيقدر يبيعها، مو شرط يبيع البيتكوين. فالبيتكوين يا شباب ما لازم ينباع، لان البيتكوين هو ذهب العصر مثل ما بيقولوا، والشركات عم تحاول تخفض السوق لتاخذ بارخص الاسعار وارخص الاثمان. فلذلك ممكن نلاقي كراش قادم في الايام القادمه. عمله البي ام بي لازم نركز عليها نوعا ما، تمام؟ عندنا خط الدعم ال 180 وال 75 وال 60، هذول اهم خطوط دعم يعني قادمه للعمله. اذا لقينا كسر ال 180 فان شاء الله حنلاقيها بهالمناطق. هل هذا الامر طبيعي؟ نعم طبيعي، ما في داعي للقلق، ما في داعي ننشر الاشاعات او الاخبار. مناطق البيع تصبح على عمله البي ام بي 245 283 حتى 317، وان شاء الله هنلاقي تعافي للسوق من هذا الكراش، يعني فلاش كراش يعني للامانه، ونلاقي تعافي وتصحيح وصعود في الايام القادمه. لا تنسوا يا شباب الدعم للمحتوى واللايك والسبسكرايب، وخلونا نشوفكم بجروب التليجرام المجاني او المدفوع باقرب فرصه ممكنه، فضلا وليس امرا، نتلاقوا الفائده. واهتموا ايضا بالسلسله التعليميه اللي حنطلقها جديد ان شاء الله، وايضا اهتموا كمان ايضا يا شباب ب اللهم صل وسلم بارك عليك يا نبي، بالتحليل. لا تهتموا بالاخبار، لانه الاخبار فيها اشاعات كثير وفيها كذب كثير، ونبهتكم كثير منها، فلذلك لازم نهتم اخر فتره بالتحليل. حياكم الله جميعا، واسعد الله جميع اوقاتكم، ان شاء الله بتكونوا بصحه وخير وسلامه. بقدر اقول لك بالنهايه that is not financial advice, but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye, guys. Bye bye.